كانت العدالة الاجتماعية في دين الإسلام قائمة على أصول، أولها أن واجبا على الدولة المسلمة أن تشجع الناس على العمل، أن تيسر لهم وسائل الإنتاج، أن تفتح لهم الأبواب، أن تيسر لهم الأسباب، لا أن تثقل كواهلهم بالرسوم والضرائب والإتاوات وما إلى ذلك مما يزهد الناس في العمل ويدفعهم إلى الهروب. لما جاء رجل من الأنصار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله، يمد يده يطلب العون، قال له عليه الصلاة والسلام: أما في بيتك شيء؟ قال: يا رسول الله، ما عندنا إلا حلس نلبس بعضه ونبسط بعضا، ما عنده إلا فراش، هذا الفراش يضجعون على بعضه ويتغطون ببعضه، وقعب نشرب فيه الماء. قال عليه الصلاة والسلام: ائتني بهما. فجاء الرجل بالحلس وبالقعب، قال عليه الصلاة والسلام: من يشتري هذين؟ فقال رجل: أنا يا رسول الله أبتاعهما بدرهم. قال عليه الصلاة والسلام: من يزيد؟ فقال رجل: أنا أبتاعهما بدرهمين. فدفعهما رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه وأخذ الدرهمين، ودفع لذلك السائل درهما، قال له: ابتع به طعاما وانبذه إلى أهلك، وابتع بالآخر قدوما وأتني به. فلما جاء الرجل بالقدوم بتلك الآلة الحادة، أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم عودا من خشب فوضع فيه تلك الآلة، ثم قال له: انطلق فاحتطب ولا أرينك 15 يوما. فجاء الرجل بعد تلك المدة ومعه 10 دراهم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المسألة تأتي يوم القيامة في وجه أحدكم خموشا أو خدوشا، لأن يأخذ أحدكم حبله فيحتطب خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. قال الغزالي رحمه الله في الإحياء: وهذا أصل في أنه يجب على الدولة المسلمة أن تمكن العامل من آلة الإنتاج، الآلة التي يستطيع أن ينتج بها زارعا أو صانعا أو تاجرا أو محتطبا أو محتشا أو محترفا أو غير ذلك من أسباب الكسب الحلال التي يصون بها وجهه عن السؤال. ثانيا، على الدولة المسلمة أن تبسط العدالة الاجتماعية في توفير التعليم الضروري، التعليم الأساسي للناس، لأن التعليم غاية من غايات ديننا. أول ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم 5 آيات تتحدث عن القراءة، تتحدث عن القلم، تتحدث عن العلم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. هذا أول ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعثه الله من أجل أن يزيل الجهل ليبسط العلم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. هذا التعليم الضروري الذي يزيل ظلمات الجهل، والذي يستطيع به صاحبه أن يقرأ القرآن، أن يتعلم السنة، أن يتعرف على الحلال والحرام، أن يضبط أموره، أن يعرف حقوقه. هذا التعليم الأساسي مجانا،
لا يؤخذ عليه مال، لا تفرض فيه رسوم. ولذلك لما جاء رجل من الصحابة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره أنه علم فلانا آيات من القرآن فأهدى إليه طوقا، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن سرك أن يكون لك طوق من نار فخذه. النبي عليه الصلاة والسلام يعلمنا ألا نطلب على العلم أجرا، ألا نفرض جعلا. وهذا هو الأصل، لأن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم ما منهم واحد إلا قال لقومه: لا أسألكم عليه أجرا، إن أجري إلا على رب العالمين. لا يطلب من الناس أن يبذلوا مالا، لكن على الدولة أن تفرض لهؤلاء المعلمين، لهؤلاء المدرسين، ما يقيم أودهم، ما يسد حاجتهم، ما يكفيهم التعرض للناس وسؤال ما عندهم. ثالثا من العدالة الاجتماعية أن يكون للناس، كل الناس، الحق في أن يعالجوا، في أن يعالجوا، أن تداوى أمراضهم، وأن يبذل الدواء لعللهم،